أسئلة نموذجية لطلاب الصف الخامس إعدادي كورس الأول. السؤال الأول هي أسئلة القطاع. 1. When was the first Babylon festival held? أين عقد أول مهرجان بابل؟ سنة 1987. 1987. 2. There are less than 400 of which animal? يوجد كتعداد أقل من 400 أي حيوان؟ Right whale الحوت الصحيح. Hydroelectric power does not create pollution. القوة الهيدروليكية لا تسبب تلوث. True صحيح. Which animal is used in medicine? أي حيوان يستخدم كعلاج؟ The tiger النمر. You might have watched بكار cartoons during. ربما قد شاهدت كرتون بكار أثناء رمضان. Who was منى أبو النصر؟ من هي منى أبو النصر؟ Who invented and created بكار's cartoon؟ هي من اخترعت وابتكرت كرتون بكار. سؤال القواعد. 1. We aren't making too much noise. خليها بصيغة tag question سؤال ذيلي. بما أنه الجملة منفية إذن يكون الفعل المساعد بصيغة مثبتة are. الضمير هو we are we ونخلي علامة سؤال. 2. She بين قوسين start crying 10 minutes ago. Correct صلح. عندنا ago وإن دلت تدل على وجود زمن الماضي البسيط. start فعل قياسي عندما نخليه بصيغة الماضي نضيف له ed started. 3. How fast you drive when you hit the tree. put the verb in the correct tense. ضع الفعل في الزمن الصحيح. إذا جملتين عندنا جملة من عندهن ماضي بسيط الجملة الأخرى ماضي مستمر. الماضي المستمر يأخذ where بعدين ننزل الضمير you drive نخليه لفعل أو نخليه بصيغة ing. where you driving where you driving. 4. put in order ضعها في ترتيب. an expensive white and blue car. بالبداية الصفة الرئيسية expensive بما أنه هي بادية بحرف علة قبلها الأداة an expensive. بالوسط راح يكون اللون white and blue. بالأخير الشيء اللي نريد نوصفه car. 5. shall I work in the car park? يقول لك accept the offer اقبل العرض. Yes please تكتب له أو good idea إنها لفكرة جيدة. 6. If you go to Egypt you'll be able to see the Aswan Dam. Correct صلح لي الفعل بي. If الشرطية الحالة الأولى if you go مضارع بسيط إذن الجملة الثانية المفروض تكون زمن مستقبل بسيط يعني للبي نضيف will. will be. B. choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. I am writing a poem since for Tuesday. يعني المفروض تكون I've written a poem لأنه since والfor تيجي دائما مع المضارع التام. خلينا نقرأها بصورتها الصحيحة. I've written a poem since Tuesday. 2. those elephants. elephants ضميرهم they ما يأخذ أس الشخص الثالث إذا نأخذ look. look ill تبدو مريضة. she's so worried that she can't sleep. هي جدا قلقة لذلك هي لا تستطيع النوم. my father will be annoyed سوف يكون منزعج if we come home late again.
أيضا في الشرطية الحالة الأولى بالبداية خلانا المستقبل البسيط الإف إذن يكون مضارع بسيط، مضارع البسيط الوي زائد كم مباشرة فعل مجرد بدون اي ان جي. اي بالماضي تأخذ was، اي هي شي ات تأخذ was، they والوي واليو تأخذ where. I was staying in Scotland in a little house near a lake. 6. Are you afraid of snakes؟ هل أنت خائف من الأفاعي؟ السؤال الثالث سؤال الإسقاطات، كلمات فوق نسقطها بالفراغات. Bad tempered سيء المزاج، jealous غيور، easy going سهل، generous كريم، bored يشعر بالملل، worried قلق. I'm bored أنا أشعر بالملل. Let's go to the cinema دعنا نذهب إلى السينما. My sister is very easy going. She never gets angry. We are very worried. نحن جدا قلقين. When my grandfather was in hospital last month. عندما كان جدي في المستشفى الشهر الماضي. Calm down and stop shouting. اهدأ وتوقف عن الصراخ. There is no need to be bad tempered. لا شيء يحتاج أن تكون سيء المزاج. عادل always helps people. عادل دائما يساعد الناس. And give to charity. ويعطي جمعيات الخيرية. He's a very generous person. هو شخص كريم. فارس doesn't like you. فارس لا يحبك. I think it's because. أنا أعتقد أنه بسبب. You always get better marks than him. أنت دائما تأخذ درجات أعلى منه. He is probably jealous. هو من المحتمل أن يكون غيور. Literature focus تركيز الأدبي. Answer or complete 5 of the following questions. What is the drama? ما هي الدراما؟ تعريف موجود. Audience الجمهور the people who watch يشاهدوا the play being performed. What is the director؟ ما هو المخرج؟ تعريف المخرج موجود. When such a text is performed on a stage, it is called a play. عندما النص يؤدى على مسرح يسمى مسرحية. A drama is usually drama تكون عادة either a tragedy إما جادة or a comedy أو هزلية. Actors الممثلين the performers يؤدون who give life to the characters of the play يعطون الحياة لشخصيات المسرحية. كتابة الإنشاء السؤال الخامس write about internet اكتب عن الانترنت. Write an email اكتب email to your friend إلى صديقك. Describing the traditions of Ramadan لوصف تقاليد رمضان. هذه هي أهم الأسئلة الممكن تجيك بامتحان الكورس الأول مادة اللغة الإنجليزية. مع السلامة. Thank you.